ولو قلت ببعض المسميات تجدها في بعض البلدان مشهورة، مثلا في بلاد الهند وفي بلاد الباكستان، إذا قلت أهل الحديث معروف هذا في مصر وفي السودان، إذا قلت مثلا قديما أنصار السنة معروف هذا. وأما الآن إذا شابتهم الميولات السياسية والاجتهادات السياسية حتى تصرف دعوة أنصار السنة في مصر أو السودان عن الدعوة للسنة إلى السياسة، أصبحت حزبا من الأحزاب.